الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي وولدي وولدي من الصلوات والتحيات والسلام زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا إن شاء الله. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على سيدي ومولاي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مات التصبر في انتظارك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع. فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. أسفي عليك بعدي. حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا يا طحن الضلوع، ضلوع قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب أي طفل كأنه الوردة الحمراء جفت لم تشرب الأنداء، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ونبني مياتم مياتم للحزن ننصب، ونبني فجعني حرملة بسهمة، ونبني الطفل عاد يفطمون، ونبني انفطم يا نواس بسهام المني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، سورة البلد وسورة الفجر أمامي الآن، سورة الفجر وسورة البلد، وحديثنا حول هاتين السورتين.
فيما يخص الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. ونحاول أن نتأمل بعمق ونتفكر أحبتي ونحن في مدرسة أهل البيت في هذا الشهر العظيم، لنأخذ فائدة، لنأخذ هدايا تنفعنا في الدنيا وفي الآخر. في الدنيا نخلص أنفسنا من الحرمان، من العذاب، من الهوان الذي سيصيب الكرة الأرضية. لو سألك سائل الأرض إلى أين تسير هذه الأرض؟ الأرض إلى أين تسير؟ وما هو مستقبل الأرض؟ القرآن يتحدث عن الأرض، يبين الأرض إلى أين تسير، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الحضارة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لأن الأرض نصفها غارق في الليل ونصفها الآخر يسبح في النهار، فإذا وقع أمر الله يقع في لحظة واحدة، والأرض في هذه الحالة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. إذا أخذت الأرض زخرفها يعني يوم القيامة؟ لا، الله ما يقصد يوم القيامة، ولا يعني يوم القيامة هنا أحبتي، لأن الله أعطى وعدا حقا، أعطى الوعد الحق أن ينصر الإيمان وأن ينتصر الإيمان على الباطل، وأن يظهر الإسلام والدين والإيمان على الدين كله، وأن تنتشر حكومة أهل البيت، وأن تقوم دولة الحق بقيادة الإمام المهدي الحجة من آل محمد على الأرض دولة واحدة وحاكم واحد، ويعم الخير على الأرض كلها. فكيف يكون حتى إذا أخذت الأرض زخرفها؟ مع الأسف يعني المفسرين هكذا تقرأها الآن، لاحظ المفسرين ماذا يقولون؟ يقولون أخذت الأرض زخرفها وزينت يعني يوم القيامة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. إذا قامت القيامة أهل الأرض هم أهل البيت، بينما هنا يقول أهلها يعني الظلمة، الطغاة، المجرمين. ففرق كبير أحبتي، يجب أن نتأمل القرآن، نقرأه بقلوب منفتحة، بقلوب يملأها الإيمان والتقوى والرجاء والأمل، فلا مجال لليأس، ولا مجال للقلق، ولا مجال للخوف، ولا مجال للتقهقر والرجوع. نحن نواصل مسيرتنا إلى الحق، إلى إمام الحق، إلى ابن فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضية حقيقية كما قلت لك البارحة أحبتي، قلت لكم أن الإمام إمامان، أو الأئمة إمامان، إمام يدعو إلى الله وإلى الجنة والرضوان، وإمام يدعو إلى النار وإلى العذاب والجحيم. وأمامك أن تختار أحد هذين الإمامين، وما نختار إحنا إلا الإمام الحق. فحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها الطغاة الآن، بينما إذا قامت القيامة تقوم القيامة وأهل الأرض هم أهل البيت، كما يقول الإمام الباقر إن لنا دولة ليس بعدها دولة. هذه تأملوها، حتى لا تسمع واحد يقول لك الإمام يظهر، الإمام الحجة سلام الله عليه المهدي المنتظر، ويحكم 7 سنوات أو 70 سنة، لا تسمع لهذا الكلام. النبي نوح صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله نوح استمر قرابة 3000 سنة. الآن العالم كله ينتظر ابن فاطمة، ينتظر الإمام الحق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ما يقصد يوم القيامة،
إنما يشير إلى ظهور الإمام الحق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا هذا المعنى. فأين تسير الكرة الأرضية؟ مستقبل الأرض هذا تمتلئ ظلما وجورا، وهذه أهم علامة وأدق علامة وأشد علامة من علامات ظهور الإمام الحجة اللي ما حد يذكرها على الإطلاق من ضمن العلامات، هي أن الأرض تمتلئ بالظلم والجور والفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تأملوا، أقرأ لكم سورة رائعة من سورة الفجر، أمامي سورة الفجر وسورة البلد. لاحظوا، نأخذ ما يسمح به الوقت، وإلا هذا بحوث عميقة عند أهل البيت، أنا أنقل لكم من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فيبين لك الأرض مرت بظروف طغاة ملؤوها ظلم وجور وفساد وغرقت في الظلمات، ولكن الفجر جاءها. هذا التفسير، لكن التأويل الفجر هو ابن فاطمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فيقسم رب العالمين بالفجر، لأن القرآن الكريم كما قلت لكم فيه إشارات ولطائف وحقائق للأولياء وللأنبياء وللمؤمنين وللمتقين، يبين هذا المعنى. الليل في القرآن لما يقول والليل إذا يخشى، يبين لك أئمة الجور، الظلمة، أعوان الظلمة الذين يسحقون الناس، يدمرون الناس، يسرقون رغيف الخبز من المسكين، من المساكين. هؤلاء موجودين ولهم ساعة ولهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا، لأن هاي فيها إشارة، يعني أحيانا عمر الظالم يطول، يتراخى به حبل الأجل. فلا تظن أيها المؤمن أن الله غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. جبناء خونة، تظهر حقيقتهم هناك. ولا بأي شيء يتقوى الفرعون والفراعنة؟ يتقوى بالسلاح، يتقوى بالذين باعوا ضمائرهم وسحقوا وجدانهم وأطاعوه على ظلمه وعاونوه على ظلمه. والقرآن يبين لك، يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. أحيانا تقع بعض المواقف هكذا، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. لازم تنصر، تكون كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه للحسن والحسين، للإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، قال لهما كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فيأتي بسم الله الرحمن الرحيم، الآن أرجع إلى البلد، سورة البلد هذه إشارة، نأخذ جولة. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. هذا الفجر الآن التفسير، الفجر هذا الذي يسبق طلوع الشمس، ولكن التأويل الفجر هو الإمام صاحب العصر والزمان. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه أسرار. ليالي عشرة آخر شهر رمضان، ليالي العشرة في أول ذي الحجة، هاي الليالي العشر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، بعدين يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، صاحب عقل وفكر ووعي، عندك وعي تفهم هذا القسم كم هو عظيم. لماذا الله يقسم بهذا القسم العظيم؟
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بعد ذلك يستعرض عليك الأمم الغابرة التي ظلمت وأفسدت ودمرت وسحقت الإنسان، فما هو مصيرها؟ فإلى أين وصلت؟ لاحظ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هذه أمة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، حضارة خاصة وحضارة أخرى، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد حضارة ثالثة، وفرعون ذي الأوتاد، فرعون اللي كان يأخذ الناس المستضعفين ويربطهم بالأوتاد بالمسامير، يضرب أبدانهم وأجسامهم يضربها بالمسامير، يعني استولى على أبدانهم وعلى أجسامهم، ولكنه لم يستولي ولم يسيطر على قلوبهم، لأن القلب منطقة حرة، خلاص قلب حر. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدين في القلب، قال لا إكراه في الدين، فيكون القلب أيضا لا إكراه فيه. هذا عمار بن ياسر يصب عليه ألوان العذاب، تصب عليه على بدنه، قتلوا أمه سمية صلوات الله عليها، وقتلوا أباه ياسر صلوات الله عليه، أول شهداء في الإسلام عائلة عمار بن ياسر. فعمار بن ياسر الذي ينزل عليه العذاب منهم من قريش، ينزلون العذاب على بدنه، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، ينزل جبرائيل وروح القدس والقرآن الكريم، يا رسول الله هذا عمار بن ياسر انظر إليه كيف يعذبونه يا رسول الله، ولكنهم لن يستطيعوا أن ينالوا ذرة واحدة من قلبه، لا يخضع لهم قلبه ولا إرادته. أنت تملك قلبك وتملك إرادتك، لا تعطي إرادتك لأحد، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. أمير المؤمنين يقول، أمير المؤمنين، وهاي الكلمة تختلف عن الكلمة الأخرى المنسوبة لعمر بن الخطاب التي يقول فيها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذا كانت هذه الكلمة لعمر، سواء كانت له أو لغيره، بس المشهور أنها له، فكلمة عمر يخاطب الأسياد، يخاطب الزعماء، يخاطب الرؤساء والملوك، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أقول إذا كانت هذه الكلمة صادرة منه، فهو يتكلم مع الرؤوس، أمير المؤمنين ما يكلم الأسياد والزعماء، يكلم الناس، يكلم الإنسان، يكلم العبيد، يشعل الثورة بين ضلوع العبيد، بين ضلوع الناس، يقول لا تكن عبد غيرك، ما يكلم الأسياد، رغم أنه في نهج البلاغة عنده كتاب لمالك الأشتر، وعنده كتب، وعنده مناهج، ويكلم الزعماء، لكن هنا لا يكلم الأسياد، لا يكلم الزعماء، لأن الزعماء والأسياد غالبا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. يكلم الناس، يقول أنت لا تكن عبد غيرك، أنا ما أكلم رئيسك أقول أيها الرئيس لا تستعبد الشعب، لا، أنا أقول للشعب لا تكن عبدا للرئيس. فرق كبير في الخطابين، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، حر، الله خلقك حر، منحك هذه العطية، الحرية عطية، هدية عندك مقدسة، أنت حر. الآن لا يوجد في الكون حر إلا أنت أيها الإنسان والجن، وحريتك حرية عظيمة متسعة، ها، مترامية الأطراف في كل شيء. الله سبحانه وتعالى جعل الحرية لك في الدين، لا إكراه في الدين، حرية في كل شيء حولك، إن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك فيه الدين وفيه الحرية وفيه شخصيتك،
حافظ على الهوية، أنت لك هوية وهوية وشخصية، احفظ هذه الشخصية، احفظها من الغزو الفكري، من الغزو الإعلامي الوافد، احفظها، لأن الإعلام الوافد غزو فكري يدخل عليك في بيتك في حجرتك ويقتل شخصيتك. أمامك تلفزيون، أنا لا أقول لك لا تشاهد تلفزيون، لا تفهمني بالغلط حبيبي، تلفزيون وسائل الإعلام كلها نوع من الخير، يمكن الإنسان يوجهها إلى الحق، مثل الإناء واحد يشرب فيه عصير أو يشرب خمر والعياذ بالله، هذا نفس الشيء. ولا ما يجي الإسلام يحرم عليك التلفزيون ويحرم الإنترنت ويحرم، لا 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 بالعكس، الإسلام أكبر من هذا، إنما يقول لك احذر، هناك عدو يتلصص يتربص بك، يدخل الحجرة اللي أنت فيها ويغير عقيدتك ويغير إيمانك عن طريق أفلام ساقطة، عن طريق أفكار مزيفة، يدخل السموم في قلبك، يدخل عندك بالحجرة بهدوء ويسرق منك دينك وعقيدتك. هذا هو الحرامي، ليس الحرامي اللي يسرق دينار من جيبك، ذاك معروف يعني، الحرامي الذي يسرق دينك وعقيدتك، يأخذ منك الدين بأي شيء، بالتشكيكات، يشككك، يأخذك إلى محل التشكيك والشك. الشك من أين يأتي الشك؟ الشك يأتي من الجهل، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك اليقين، واليقين من جنود العقل، اليقين من جنود العقل، والشك من جنود الجهل، فكيف يا ابن آدم تترك العقل وتترك اليقين وتذهب إلى الجهل والشك؟ تذهب إلى هذا؟ كما قال هذا ديكارت فيلسوف الفرنسي، قال نحن ننطلق من الشك. هاي مجموعة من الطلاب الجامعيين يسألوني هذا السؤال، أقول لهم أحبتي إذا أنتم تنطلقون من الشك، الشك ينطلق من الجهل، فكيف تبنون نظرية علمية قائمة على الجهل؟ نحن نريد اليقين، اليقين ينطلق من العلم من الإيمان. فرق كبير بين الشك وبين وبين اليقين. 70 جندي للعقل ليل نهار واقفين على الجبهة، انظروا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، انظروا إليه في كتاب الكافي الجزء الأول أصول الكافي، اقرؤوها يا شباب، أنا أدعوكم لقراءة كتاب الكافي، اقرؤوه، وإذا استعصى عليكم فهم بعض الأحاديث اسألوا العلماء، راجعوا العلماء، راجعوا الفقهاء، راجعوا أهل العلم، معمم رباني التفوا حوله، الناس ثلاثة يقول أمير المؤمنين، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وبعد الثالث وين؟ قال وهمج رعاع، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. إذا كان العالم رباني كانت الأمة على سبيل نجاة، إذا كان القائد منحط الأمة تكون منحطة معاه أيضا. إحنا عندنا قادة قمة في الفكر والنور، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فجعل 70 جندي للعقل، قام الجهل قال يا رب، هذا في عالم الملكوت ويأتي الكلام حوله، قال يا رب هذا عدوي العقل وزودته 70 جنديا، فأنا عدوه أريد أن أقوم ضده، أن أعمل ضده، فأعطني كما أعطيته. الله زود الجهل 70 جندي، ولماذا يزود الجهل 70 جندي؟ لأن الحياة معركة، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أحبتي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. منذ أن تفتح عينك أو عينيك في الصباح
يبدأ الصراع عندك في داخلك في عقلك. الصراع حولك موجود، الحياة كلها قائمة على الصراع. أهل الحق في صراع مع أهل الباطل. ما ممكن الحياة كلها تمشي على صراط مستقيم الآن إلا إذا ظهر الإمام الحجة. تأملوا، وإلا خلص. وإذا 70 جندي، الجهل عنده 70 جندي وأعطاه سلاح، العقل 70 جندي، هاي جبهة، جبهة الآن واقفة، معسكر العقل ومعسكر الجهل. اليقين مع العقل يقابله الشك مع الجهل، الصدق مع العقل يقابله الكذب مع الجهل. تأمل، الحق مع العقل يقابله الباطل مع الجهل، وهكذا وهكذا. 70 جندي، من أجمل ما تكون الصورة العلمية لجامعة علمية كبرى. اقرؤوها في كتاب الكافي، هذا الكتاب العظيم، اقرؤوا لاحظوا. فاليقين من جنود العقل، ولذلك نحن عندنا اليقين لا يضرب بالشك. اليقين لا يضرب بالشك، اليقين لا يضرب إلا بيقين مثله. يعني الآن عندنا بالفقه الإسلامي دراسات مطولة وقواعد مطولة وكثيرة وعريضة ومتسعة، مستمدة من جنود العقل، ليس فقط الاستصحاب المأخوذ من اليقين في مقابل الشك. لا، إذا تتأمل عندنا قواعد كثيرة، وتستطيع أن تستخدرج وتستنبط مئات القواعد بالفقه والمنطق والأصول من جنود العقل وجنود الجهل. يعني هنا الولاية وهنا البراءة أيضا. لما خلق الله العقل، العقل قال له أقبل أقبل، قال أدبر أدبر. وهكذا الإنسان، أنا عندي إقبال إلى الولاية وإدبار عن أعداء الله بالبراءة منهم، هكذا. فهذا صراع موجود. فهذه قاعدة الاستصحاب، هي استفعال من الصحبة. يعني أنا أخذ معي اليقين على أنه يقين، خلص إذا مر بي شك أو كذا ما أضرب اليقين. اليقين لا يضرب بالشك، احمل ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا. فاليقين لا يضرب بالشك، لأن اليقين قوي والشك ضعيف. الشك من جنود الجهل. فأنت المؤمن إذا تبني حياتك على الشك، حياتك تتمزق تتدمر. تبقى تشك بأهلك، تشك بجيرانك، بأصدقائك، الشك مالك يرتفع يرتفع إلى أن يصل إلى الله، فتصير شكاك حتى برب العالمين. فمن البداية احسم الموضوع، خصوصا في شهر رمضان، ابني حياتك على اليقين. هذا كلام الإمام الصادق، أنقله لكم. قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه، قال لأبي بصير، قال يا أبا بصير بما بنيت أمرك؟ بنيت أمرك على الشك وإلا على اليقين؟ قال سيدي على اليقين. قال عظيم. كما أنه أحد العلماء كان في جبل عامل، جبل عامل كله علماء، كان الحر العاملي وغيره ومئات بل آلاف العلماء. فأحد العلماء كان منهمكا، كان منهمكا ومشغولا بكتاب يبرهن به ويدلل على وجود الله. سبحان الله، عنده بنت عمرها 10 سنوات، شوف التربية. فدخلت على أبيها هذا العالم الرباني في جبل عامل في لبنان في الجنوب، فرأت أباها يكتب ومنهمكا بالكتابة. قالت له: أبا. قال: نعم يا ابنتي. قالت: ماذا تكتب؟ قال: أكتب كتابا أدلل فيه بالبراهين على وجود الله. نظرت إليه، قالت: أبتاه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سبحان الله، أفي الله شك؟ كيف تشك في الله؟ ولذلك لا تصغي للإلحاد وللذين يشككون بعقائدنا. احفظ نفسك يا حبيبي، احفظ نفسك، احفظ نفسك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة،
ما عندنا نفس غير هذه النفس، ما عندنا نفس ثانية حتى نجرب فيها ونشوف حياتنا كيف، إنما هي نفس واحدة وحياة واحدة أحبتي. ومر علينا ونحن في عالم الذر، الله اشترى منا أنفسنا وأموالنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ووقعنا وثيقة وقعت من عالم الذر، هاي يسموها الميثاق، عالم الميثاق، كل واحد منكم وقع توقيع مع الله في عالم الميثاق، أنه يا ربي أنت أعطيتني نفس ومال، نفسي ومالي وأموالي لك. الله قال نعم أنا أقبلها منك، لأن نفسك ثمنها الجنة ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. فوين تبيع نفسك عليه؟ من تبيعها؟ تبيعها على السلاطين، على الفراعنة، على الظلمة؟ وين تبيع نفسك؟ نفسك غالية. هلك امرأ لم يعرف قدر نفسه، نفسك غالية وعزيز، أنت عزيز. فوقعنا كلنا وقعنا، لما يولد إنسان أحبتي هاي الورقة تولد معه، كتاب يولد معه، ينزل معه في من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والشكر في مقابل النعمة، والنعمة الكبرى هي نعمة الولاية، هي نعمة الولاية، نعمة يوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في كل ليلة أنا أركز على هذا الجانب، مع أن البحوث مختلفة ومتفاوتة في إلقائها وفي تأثيرها على الناس، لكنه يجمعها شيء واحد، هو الإمام صاحب العصر والزمان والإيمان بالإمام روحي له الفداء. فهذا شيء واضح. قالت أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فنحن عندنا هذه قاعدة الاستصحاب كما يقولون، منطلقة من اليقين في مقابل الشك، والصدق مقابل الكذب، والإيمان مقابل الكفر. الإيمان أقوى من الكفر، واليقين أقوى من الشك، والصدق أقوى من الكذب. إذن الشيطان والجهل جنوده وجبهته ضعيفة. هذه إشارات فيها، حتى الحجاج لما يذهبون إلى مكة ويلتقطون الحصى، الفقهاء يشيرون لهم أنك خذ الحصات الناعمة، لا تأخذ حصات كبيرة، لأن الحصات الكبيرة الشيطان ضعيف ما يحتاج إلى حصات كبيرة، وممكن أنها تجرح إنسان آخر. لا، فيها هذا المعنى الفكري، أنه عدوك ضعيف، عدوك ضعيف، فالتفت إلى هذا المعنى الدقيق. فاليقين لا ينقض إلا بيقين مثله، ونحن هكذا نتحدث، في القلب يقين. فعمار بن ياسر ينزل عليه العذاب، ولكنه ما أعطى إرادته وما تنازل عن ضميره ولا عن وجدانه، لأن الوجدان حر والضمير حر. الله جعلك حرا لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فنزل جبرائيل، يا رسول الله هذه الآية لعمار ابن ياسر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبحان الله، ما أعظمها، أكره. هذا الإكراه عليه من يقع على البدن. يمكن الطاغية الحاكم المجرم يأخذ إنسان يعذبه، يسجنه، يحشره في زنزانة كما هو شأن الفراعنة المجرمين، لكن ما يستطيع أن يحجز ويحجر ضميره وقلبه ووجدانه. الوجدان حر، الضمير حر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. عندك محكمة في داخلك، مقدمة لتلك المحكمة، إذا أخطأت تحس بأن هذه المحكمة الضمير يصليك نارا. لماذا أخطأت؟ لماذا جرحت هذا الإنسان بكلمة غليظة؟ ليش؟ عود نفسك على الكلام الحلو، على الخلق الكريم، لأنك إذا جرحت إنسان ممكن ينجرح في بدنه فيلتئم، لكن جراح القلب وجراح النفس
جرح القلب وجرح النفس ما يلتئم. فواحد يلاحظ، يلاحظ لسانه، شوف اللسان وين رب العالمين واضعه، الشفتان والفكان والأسنان واللهات، هل عليه يحلظ قضبان حديد حتى لا يخرج. يعني مثلا الأذن مفتحة ما في شيء يغلقها خلاص ليل نهار، العين في غطاء عليها ساتر ينفتح وكذا حسب حركة العين، الأنف هكذا على طريقته ليس فيه حاجب ولا حاجز. الجارحة الوحيدة والعضو الوحيد اللي عليه دقة وعليه شفتان وعليه أسنان وعليه فكان وعليه لهات هو اللسان. شوف اللسان الآن، أنت لما تشوف إنسان ترى عينيه وترى أذنيه وترى وجهه لكن لا ترى لسانه، اللسان محبوس جوه مسجون، مع ذلك يطلع ويعقر ويهدم بيوت ويدمر ناس. ولذلك الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واحد يترك الغيبة ما يحكي على الناس، لا يحكي على الناس. أحيانا كلمة، رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. أنا أقوم من الصباح، هذه تربية عندي منهجية من شهر رمضان المبارك، يا عمي أنا لساني اليوم ما أكذب ولا أعيب أحد ولا أتكلم ضد إنسان، أجعل لساني في ذكر الله، أجعل لساني مع أنفاسي التي كل نفس هو تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فعمار بن ياسر نزل عليه العذاب، نزل على بدنه ولكن قلبه كان مطمئنا بذكر الله. إلا من أكره وقلبه مطمئن خلاص بالإيمان ما صار عليه شيء. فهذا الفرق بين كلمة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وبين كلمة عمر التي يخاطب بها الأسياد، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أمير المؤمنين يقول أنت لا تكن عبد غيرك، أنا ما أخاطب الرئيس ولا أخاطب الملك وأقول له لا تظلم الشعب، أنا أقول للشعب أيها الشعب لا تسمح للملك أن يظلمك، لا تسمح لرئيسك أن يظلمك، كن قويا كن شجاعا ليس متهورا. لا، القوة غير التهور والشجاعة غير التهور، كن مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى. أحبتي، فلاحظوا كيف تأتي هذه الأمور، كيف تأتي. هذا فرعون في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، صاحب عقل. بعد ذلك يستعرض عليك الحضارات الغابرة والأمم الماضية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، يقول الإمام السجاد، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم وبدد شمائلهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإمام السجاد يقول، علي بن الحسين، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة. هنا القيامة ما يعني، وإن كان الصيحة تعود أيضا إلى يوم القيامة، ولكن الصيحة هذه، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. الإمام السجاد يبين الصيحة صيحة الإمام الحجة،
لأنه قال أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق. من هو الصديق؟ صديق أمير المؤمنين الإمام زين العابدين بالشام في الجامع الأموي، ومعروف عندهم أن الصديق هو علي بن أبي طالب رغم أنهم يدفنون هذه الفضيلة. يقول ومنا الصديق ومنا الطيار، جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي، قطعت يمينه وشماله مثل ما قطعت يمين العباس وشماله، فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وللعباس كذلك. جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان في الجنة يقطران دما في الجنة، ودم الجنة ما هو هذا الدم أحبتي؟ وكذلك أبو الفضل العباس، وإذا خرج أبو الفضل العباس، هاي معلومة دقيقة عميقة أنقلها لكم، أبو الفضل العباس سيخرج مع أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يخرج بجناحين خضيبين، العالم كله ينظر إلى أبي الفضل العباس لما يقف مع جبرائيل بين الركن والمقام. هؤلاء كلهم يرجعون مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لاحظوا الدقة ولاحظوا هذا المعنى الكبير. فهم في منازل البلوى خمود، وفي عساكر الموتى خمود، همود وخمود، ينتظرون صيحة القيامة، يعني قيام الإمام سلام الله عليه، وحلول يوم الطامة، خروج الإمام طامة على أعداء الله، وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. هذا الكلام العظيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم ترى، استعرض عليك الحضارات، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. أقرأها لكم بلا شرح لأن الوقت ما يسمح لي أستفيض أكثر. أحبتي، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ماذا صنعوا؟ فأكثروا فيها الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى ما يتركهم، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن ربك لبالمرصاد. اسمع، اسمع المبادئ التي تحيي الأرض، وترك هذه المبادئ تميت الأرض وتمتلئ الأرض ظلما وجورا. إذا تركت المبادئ والقيم، وتركت حقوق الإنسان، وتركت حرية الإنسان، وسحقت كرامة الإنسان، وصار الإنسان يتظاهر يطالب رغيف خبز، يطلب الخبز فيرش بالحديد والنار، إذا صار الأمر هكذا، اسمع ماذا يقول: فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، عظيم. لكن هنا: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعني أهانني. صحيحة هذه المعادلة؟ الله يقول: هل هذا صحيح؟ الفقير أنا أهنته والغني أكرمته؟ الله يقول: هل الغنى والفقر قائم على هذا الأساس؟ الفقير لا كرامة له والغني هو الكريم؟ أمير المؤمنين علي ماذا يقول؟ يقول: الذليل عندي عزيز، الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. رجع: وأيم الله لأبقرن الباطل بقرا حتى أخرج الحق من خاصرته. هذا علي أمير المؤمنين يقول. يا ابن حنيف، أنت المحافظ في البصرة، الوالي في البصرة، علي يقول له سلام الله عليك يا أمير المؤمنين: سمعت أن
أن رجلا من فتية أهل البصرة تاجر كبير دعاك إلى مأدبة عامل عزيمة وليمة، وهاي العزيمة الوليمة ما فيها إلا المجتمع المخملي، كلها شخصيات موجودة فيها، ما فيها فقراء، فقراء واقفين بالشارع، الجوع شفاههم ذابلة ينتظرون من يعطيهم لقمة خبز. الإمام يقول له، هاي أول دخول الإمام إلى العراق بعد الاقتصاد لم يستتب. بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الآن لا يوجد أحد في العالم الإسلامي إلا وله بيت يسكن فيه، وله ماء تحت يده، وله طعام، وله ملابس إلى سنة كاملة. وفر الاقتصاد، السياسة، الثقافة، روحي لك الفداء يا سيدي. يمشي مع قنبر وقنبر خادمه. شو قنبر خادمه؟ قنبر هو ابن ملك الحبشة، تسمح المعلومة ولا ما سمعها؟ قنبر اللي عند الإمام أمير المؤمنين ابن ملك الحبشة، وأهل الحبشة اتصلوا به بعد وفاة أبيه، بعد وفاة الملك، قالوا تعال أنت ملك احكمنا. قال أنا ساعة واحدة عند أمير المؤمنين علي أعظم من الدنيا وما فيها، أنا ما أريد. هذا قنبر الذي قتله الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي اللي قتله. فيذهب مع قنبر إلى تاجر بزاز يبيع أقمشة، قال أعندك ثوبان أحدهما أمثل من الآخر، أجد من الآخر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فودعه وتركه. قنبر قال سيدي لماذا تركته؟ قال لأنه عرفني، ما دام عرفني أني أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين يمشي هكذا مع سائر الناس، ما في لا حرس ولا كذا ولا، على كل حال يمشي مثل سائر الناس بأبي وأمي. قال عرفني فما راح يأخذ مني أكثر من السعر اللي هو فيه، يعني ما راح يستفيد من عندي، لا يربح، أنا أريده يربح. راح إلى شخص آخر لا يعرفه، قال عندك ثوبان أحدهما أجد من الآخر؟ قال نعم. قدم الثوبين اشتراهم، أخذ الثوب الأجد الجديد أعطاه لقنبر، والثوب الأقل منه لبسه أمير المؤمنين. فقنبر قال سيدي هذا الثوب الجديد البس وأنت تصعد على المنبر وتخطب. قال يا قنبر أنت شاب ولك شره الشباب، أنت لازم تلبس الثوب الجديد، هذا أمير المؤمنين. لاحظ عنده غلمان، عند أمير المؤمنين عنده غلام أبو نيزر، اسمه أبو نيزر، من الحبشة من أفريقيا، يتعاون معه. وين آبار علي؟ الحجاج اللي رايحين من المدينة إلى مكة، شايفين آبار علي؟ مسجد الشجرة اللي أنت تلبس الإحرام، ميقات، هذا ميقات أهل المدينة إلى مكة، هاي آبار الإمام. الإمام فتح وحفر 1000 بئر بين مكة والمدينة، علي بن أبي طالب. فأحد الآبار كان هذا الشاب عمره 18 سنة يساعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانطلق الماء، عنق ماء سبحان الله، انطلق إلى عدة أمتار، ماء فرات حلو لطيف هذا البئر. الإمام قال لأبو نيزر هذا الشاب، قال هذا البئر لك وباسمك، وإلى الآن إذا تراجعون كتب التاريخ البئر هذه اسمها أبو نيزر، لأن أمير المؤمنين أعطاها لهذا الشاب. قال سيدي أنت حفرت، قال أنت ساعدتني بذلك، يقول له قل أنت لك جهود أيضا قدمتها. هذا علي سلام الله عليه. فيقول للوالي في البصرة، يقول له يا ابن حنيف، أما بعد يا ابن حنيف فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. ثم يقول أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. هذا علي بن أبي طالب. يدخل علي عبد الله بن عباس بذيقار يراه يخصف نعله، عنده نعل يخصفها من ليف النخل، فقال يا ابن عباس كم تساوي هذه النعل؟ قال سيدي لا قيمة لها. قال والله إنها عندي أعظم من خلافتكم. اسمع، أعظم من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هاي المسؤولية. أنت عندك دائرة، عندك وزارة، عندك مدرسة، عندك لجنة، أي شيء أنت مسؤول، هاي مسؤولية عليك. إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا هاي العظمة هذه. وإلا واحد يحكم بأي شيء بما قال الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المبادئ سقطت، اسمع اسمع، فأما الإنسان، في كلام كثير سبحان الله، الوقت يحاصر الإنسان، لأني أنا أنقل لكم من معين لا ينضب، مدرسة أهل البيت بحر متلاطم وأنتم أحق بذلك. وهي كلها مقدمة لظهور الإمام صاحب العصر والزمان، ونحن في عصر الظهور، ونحن نتأمل عيننا على الدرب مثل ما يقولون. والله يا سيدي ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى، أبي ربوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. خاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عنده ذرية ومتزوج، أسئلة كثير تأتيني. المحيطين بالإمام من أخص الخواص عددهم 30، هؤلاء مع الإمام، إذا مات منهم واحد حل مكانه آخر. 30 شخص الآن موجودين بخدمة الإمام، مع عائلة الإمام، أولاد الإمام، ذرية الإمام، زوجة الإمام أو زوجات الإمام سلام الله عليه. وهاي من الأسرار، وله مكان وله على كل حال. ولكننا نحن خلص، هذا عالم غيب، هذا الغيب، ويأتي الكلام حوله. زيارتها قبيل الظهر، قبيل الظهر طرق الباب، خرجت الجارية وإذا الإمام الحسين على الباب. نعم سيدي. قال أريد زينب، أسلم عليها. قال سيدي زينب نائمة في وسط الدار. زينب من المتهجدات في الليل، ما تنام، فنومها بعد ما تطلع الشمس، فيظهر نامت في صحن الدار والشمس جاءت على بدنها الطاهر. الحسين اجى شاب زينب بالشمس نايم، ماذا صنع أبو السجاد؟ وقف عليها يظلل لها عن حرارة الشمس، إلى أن فتحت عينها رأت الحسين يظلل لها عن حرارة الشمس. أبا عبد الله تظلل لي عن حرارة الشمس يا نور عيني؟ قال ما أحببت أن أنغص عليك نومك. دفنت هالمنظر بصدرها بقلبها، دفنت هذه الحالة، تنتظر يجي يوم، هم يجي يوم وتوقف زينب تظلل عن حرارة الشمس. وإذا يوم عاشوراء يأتي جبرائيل في لحظات الحسين الأخيرة، يقف يظلل له عن حرارة الشمس، يقول حبيبي جبرائيل لا تظلل لي عن حرارة الشمس، لعل الله يرفع العذاب عن شيعتنا يوم المحشر. وإذا يرى شخصا يظلل له عن حرارة الشمس، بعد ما يقدر يقول لهذا الشخص ابتعد عني. وإذا بها زينب، زينب العقيلة، كانت منحنية عليه، تقبله مرة وأخرى تشمه، وتقول أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره؟ يا ثغر رضعت ويا الخوة من ثدايم، يا مفقود يا مفقود، هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لين ردود، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمو لهالينا الفلك طرها،
هم بيكم يعودني زماني وشيل الراس بيكم يا أخواني ورد الهيبتي ورفعت مجاني وتتلايا مردود جروح الأكبر هيهات هيهات الملاقة بعد هيهات يعود الغايب ولا يرجع المات قضى وظليت بس أجذب الحسرات هذه أي زينب ومن قبل كانت بفنا دارها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله يعطيكم الخير إن شاء الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. أسمع صوتك اليوم الجمعة، أسمع صوتكم، لبيك يا حسين 10 مرات، لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. نخرج فاصل ونعود إلى سورة البلد والأجوبة على أسئلتكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وإثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عجل الله فرجه الشريف: أيها الناس، ومن يحاجني في محمد فأنا أولى بمحمد. قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فها أنا ذا محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: فأنا بقية من آدم، وذخيرة من نوح، ومصطفى من إبراهيم، وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي أشبه الناس بي خلقا وخلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي وأمي، سمي وشبيه،
وشبيه موسى بن عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي، التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: في القائم منا سنن من سنن الأنبياء عليهم السلام، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسيف. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن في القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله شبها من خمسة من الرسل، وأما شبهه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله والجبارين والطواغيت، وأنه ينصر بالسيف والرعب، وأنه لا ترد له راية. قال الإمام الباقر عليه السلام: في صاحب الأمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالقيام بسيرته وتبيين آثاره، ثم يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر ولا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن في صاحبي هذا الأمر سننا من الأنبياء، وأما سنته من محمد صلى الله عليه وآله فيهتدي بهداه ويسير بسيرته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا معكم أحبتي في سورة الفجر، والآن انتقلنا إلى سورة البلد. فباختصار شديد، لأن هناك أسئلة أود أن أطرحها عليكم أحبتي. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة المكرمة، وأنت حل بهذا البلد، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حل يعني منتهك الحرمة، استحلوا دمك في مكة يا رسول الله. هؤلاء من جهلهم، قريش من جهلهم أنهم يعظمون حرمة الكعبة، يعظمون حرمة مكة، ولكنهم يستحلون دم رسول الله ويستحلون قتل رسول الله. وهذا الذي حدث في الهجرة، عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله أرادوا قتله. فلاحظ: لا أقسم، يعني أقسم بهذا البلد، وأنت حل يا رسول الله، وأنت حل، يعني حرمتك مهتوكة يا رسول الله، كما قالت الزهراء سلام الله عليها: وأزيلت الحرمة، وأزيلت الحرمة، وهتكت الحرمة بعد وفاة رسول الله، تلك والله النازلة الكبرى. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أسفي عليك يا أبا الزهراء، كيف استحلوا دمك، كيف استحلوا حرمتك، هذا البلد الحرام. إذا صيد في الحرم، أنت عندك صيد، صيد أي شيء، غزال مثلا، أقول غزال، أو ماسك الصيد هذا بحبله بيدك، ولكنه سرح الصيد وأخذ الحبل منك ومشى ومشى، ودخلت هالغزال الظبية وين دخلت؟ في المسجد الحرام. فلما دخلت في المسجد الحرام حرم أكلها وحرم بيعها وحرم شراؤها، وإذا جمل مما يركب يحرم كل شيء عليه، حتى ركوبه يكون حرام، لأنه دخل في المسجد الحرام، دخل في مكة، ومن دخله كان
آمنا. كيف رسول الله ما يكون آمن؟ يا قريش يا عرب، كيف تستحلون دم رسول الله وأنتم تعظمون حرمة الأشهر؟ عندكم شهر رجب، عندكم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وشهر رجب 4 أشهر حرم، القتال فيها ممنوع، وكان أحدهم يلتقي بقاتل أبيه بمكة فلا يؤذيه ولا يتعامل معه بشدة، خلص. لكن بالنسبة لرسول الله لا، هم يعظمون مكة ويستحلون حرمة رسول الله، رسول الله منتهك الحرمة. لذلك الزهراء كانت تبكي في يوم وفاة أبيها، تبكي عليه، ولما يطيب خاطرها تقول له: أخشى الضيعة من بعدك. وبالفعل حرمة الزهراء وحرمة أهل البيت هتكت، هتكت الحرمة، وهجموا على باب علي وفاطمة وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها المحسن. وهذه حقائق، هذه حقائق معروفة. لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل يعني استحلوا دمك، وليس حل يعني ساكن. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، تفسيرها آدم وذريته، وتأويلها علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومون من الأئمة 11 إمام من ولد علي وفاطم. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من كابد يكابد، يعني الحياة فيها صعوبة، إما لا شك في ذلك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يتكلم عن واحد من الإقطاعيين، من الأثرياء، ها، الذين عدم ضميرهم ووجدانهم، يتكلم عنه. ما أحب أذكر اسمه الآن، نحن في شهر رمضان، خلي يروح. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لأنها تنطبق على كل مترف غني بعيد عن الحق. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني مال كثير متراكم جمع، أنا أهلكته. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذا طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا اقتحم العقبة، العقبة هاي الإرادة اللي تكلمنا عنها، الحرية اللي عندك، لاحظ كيف، الضمير، الوجدان. ما معنى العقبة؟ فك رقبة، أنك في شهر رمضان خصوصا تفك رقبتك من النار، تحرر نفسك من الأغلال، تحرر نفسك من القيود. هذا التفسير تربوي عظيم، ولكن التأويل العقبة ولاية أهل البيت. اقتحام العقبة هو التمسك بولاية أهل البيت، لأن التمسك بولاية أهل البيت هو العقبة التي تنجيك من عقبة الآخرة. من تمسك بولايتنا تمسك بالعقبة، اقتحم العقبة، فاقتحام للعقبة هو دخول إلى الجنة في الدنيا والآخرة. فلا اقتحم العقبة، تستطيع أن تتخذ قرار هذه الليلة؟ أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، ورقة وقلم، اكتب قرار، وهذا القرار تحترمه، أنك تدافع عن أهل البيت، تكون في موكب الإمام صاحب العصر والزمان، تكون من جنود الإمام صاحب العصر والزمان، تدافع عن أمير المؤمنين، عن الزهراء، عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين، عن كربلاء المقدسة. كربلاء تحتاج إلى دفاع، كل أحرار العالم مسؤولون عن كربلاء. كربلاء ليست مدينة عادية طبيعية مثل سائر المدن، كربلاء مدينة مقدسة، كربلاء تتعلق بكل الأحرار بالعالم، مئات الملايين كربلائيون، وليس اللي ساكنين بكربلاء فقط كربلائي، كل من يحمل تربة الحسين ويسجد عليها هو كربلائي. يجب أن يلتفت إلى كربلاء، كربلاء ليست محجورة في حدودها هذه، لا، كربلاء
ممتدة عبر العالم، عبر السماوات السبع وإلى العرش. فكل مؤمن يحمل تربة الحسين هو كربلائي، وكل مؤمن يصلي على التربة وينادي لبيك يا حسين هو كربلائي في كل العالم. كربلاء ما تخص الساكنين فيها فقط، مع احترام الكبير لهم، كربلاء تريد كل الناس المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. أحبابي، الزائر لما يزور الإمام الحسين ماذا يقول؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، ثم يقول لعن الله من قتلك، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. في خطوط موجودة ضد الإمام الحسين في كربلاء وخارج كربلاء، فلازم تكون واعي، ما تخاف من أحد. تفهم ما أقول لك؟ ما في خوف، احنا عندنا رسالة مقدسة، لازم نحمل رسالتنا، ما نخاف لا والله من كل شيء في الأرض. كل الأساطيل وكل القوى على الأرض ما تخيف الإنسان المؤمن بمقدار ذرة. تصل المسألة وتصل المرحلة إلى درجة أن الذي يمارس الشر نهايته معروف، كما قرأت السيدة زينب هذه الآية العاشرة من سورة الروم في مجلس يزيد، يعني تشير أن يزيد وبني أمية من الروم وليسوا من العرب. حتى في نهج البلاغة أمير المؤمنين يقول لمعاوية بن أبي سفيان وليس الصريح كاللصيق، شيء واضح لما قال لست من خندفة، خندفة يعني أم العرب. يزيد يقول لست من خندفة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. ردته سيدة زينب قالت له صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لازم نريد رجال أبطال قلوبهم مثل زبر الحديد، ما يخافون من شيء في الأرض. اليوم يوم سلطان الإمام صاحب العصر والزمان، والإمام يريد شبانا وشباب قلوبهم مثل زبر الحديد، بس عقال يفهمون مو متهورين. لا، أنا مستعد للتضحية، لأن الله سبحانه وتعالى اشترى مني، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا الإيمان يعطيك صفتين ظاهرتين بارزتين، الشجاعة والكرم. المؤمن شجاع وكريم. لماذا شجاع؟ حتى يضحي بنفسه. لماذا كريم؟ حتى يبذل ماله أمواله، يبذلها وينفقها في سبيل الله. فالمؤمن لا يكون جبانا ولا يكون بخيلا، هذا ليس مؤمن. الجبان مو مؤمن والبخيل مو مؤمن أبدا. ليس مؤمنا من كان جبانا أو كان بخيلا. هذه الحالة لازم تربيها عندك يا حبيبي. شهر رمضان هذا شهر الخير، انزع الخوف من قلبك، خلي ضع مكان الخوف من الناس، الخوف من الله، هاي الشجاعة. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. إذا أنت تخاف من الله يصير الطغاة والظلمة يخافون منك، أما إذا خفت من الناس تترك خوف رب العالمين، لا، هذا هو السقوط بعينه. فلاحظوا أحبتي، فلا اقتحم العقبة، هاي العقبة تأخذ قرار، اكتب اكتب، طلع ورقة وقلم، وانت اخرجي ورقة وقلم يا بنت يا مؤمنة يا طيبة، اكتبوا هذه الليلة، اتخذ قرار، قرار انك تكون في ركب الامام صاحب العصر والزمان، انك تكون في فسطاط الامام. يوم الجمعة تقرأ دعاء الندبة، كل يوم صباحا اقرأ دعاء العهد، وسيأتي يوم من الأيام إن شاء الله أشرح لكم دعاء الأحد، ونحن على أبواب الفرج إن شاء الله. هذا ليس توقيت، ما نوقت إحنا، لا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، خلص. ودائما يكون عندك قلب مثل زبر الحديد، لأنك تخاف من أي شيء، تخاف من الموت،
ما أسهل الموت. الآن الموت شنو قيمته صار بعد ما طلع هذا الوباء في العالم؟ صار يكرف الناس كرف. لا شوف عندك بعيد عنك إن شاء الله الوباء والمرض، كربلاء شفاء، والإمام الحسين مركزه شفاء، وضريحه شفاء، وتربته شفاء. هذه عقائد وهذه خطوط حمر حبيبي، خط أحمر احنا ما نتجاوز عليها أبدا، لكننا نعتقد بتربة الحسين أنها شفاء، وبضريح الإمام الحسين أنه شفاء، مولا بتربته الشفاء، وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. هاي العقيدة لازم نرسخها في أذهاننا. الماء اللي باسم الحسين تشربه شفاء، قضايا لها علاقة باسم الحسين، تبكي على الحسين امسح دموعك على وجهك الطيب، هذه شفاء، ويفتح لك أبواب الخير. لا تمسح الدموع بالمحارم وترميها، لا، دموعك امسحها على وجهك، هذا الوجه بعد لا يرى عذابا ولا يرى أغلالا أبدا. فلاقتحم العقبة، نقدر الآن نقتحم العقبة هذه الليلة، نتخذ قرار أن نكون من جنود الإمام صاحب العصر والزمان. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. أفك رقبتي من النار؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. شوف الناس يخرجون من الدنيا بثلاثة أصناف: المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون. انتبه، ما في واحد يخرج من الدنيا إلا بهذا الشكل. الناس هكذا، هذا يأتي به المهد إلى الحياة، وهذا يأخذه المغتسل إلى الآخرة. رأيت بني الدنيا كوفدين، كلما ترحل وفد حط في إثره وفده، وكل يجد السير عنها ونحوها، فيمضي بذا نعش ويأتي بذا مهد. هاي الحياة الشكل، ملاحظ كيف؟ واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر. أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه: فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة، قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينها. هذا المعنى الدقيق، خذوه جيدا أحبتي. فماذا يقول؟ أولئك أصحاب الميمنة، ثلاث أصناف. لما يخرج من الدنيا، إن لله ثلاثة عساكر، يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين، إن لله ثلاثة عساكر في كل لحظة: عسكر ينزل من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء، وعسكر ينزل من أرحام النساء إلى الدنيا، وعسكر ينزل من الدنيا إلى الآخرة. في كل لحظة هاي العساكر تجري، لكن على هذا الطريق. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا اللي يطلع من الدنيا وتشوف الناس يشيعوه. واحد من هؤلاء، إما من المقربين أو من أصحاب اليمين أو من المكذبين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الثالث هذا من العاثر الحظ، وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا أبو التشكيكات المشكك، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله فيك. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا، آيات الله، هم أهل البيت سلام الله عليهم، هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. يسأل عن النفس الزكية الذي يذبح بين الركن والمقام، هل هو شخصية معروفة؟ طبعا شخصية معروفة، كما قلت لكم النفس الزكية داعية، خطيب معروف، الإمام أمير المؤمنين يذكره في خطبته ويذكره في البحار، في بحار الأنوار، أنه داعية حق توارى من وجه الظلم. لكن من هو؟
ما نستطيع أن نعين من هو. المعروف أنه خطيب، لأن الإمام صاحب العصر والزمان يحمله رسالة يلقيها بأسلوب خطابي في المسجد الحرام بمكة يوم الجمعة يوم 25 ذي الحجة. كذلك حديث الكساء صلوات الله عليهم أجمعين، يعني في القضية أن الله سبحانه وتعالى يبدل خوفه أمنا شيء طبيعي أحبتي. لما الظلم موجود على الأرض فالخوف مستمر عند الناس، فإذا ملأ الأرض قسطا وعدلا أبدله الله بخوفه أمنا وطمأنينة. قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أحبابي، لماذا لا تكون السيدة زينب مع أصحاب الكساء؟ ما هو قال فاطمة وبنوها، فالسيدة زينب من بنيها، لكن أصحاب الكساء المعصومين، علما أن السيدة زينب معصومة بالعصمة الصغرى روحي لها الفداء، هذه خصوصية لهم. بارك الله فيكم. المقصود بروح القدس هو الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد سبحان الله، يعني الكلام كثير والوقت قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على بسم الله.